بحسب تصريحات المستشار السياسي والإعلامي لرئيس وزراء اليمن علي الصراري، فإنه لا يوجد مجال للاحتفال بانتهاء الكارثة التي كانت تمثلها سفينة صافر. وأعرب الصراري عن قلقه إزاء إمكانية استغلال إيران لهذا المخطط من أجل تنفيذ تصرفات مجنونة مثل تفجير شحنة النفط. وأشار الصراري إلى أن مطالبة الحوثيين ببقاء السفينة الجديدة في البحر الأحمر تشير إلى وجود مخطط لديهم، وأن التهديدات التي أطلقوها بشأن إشعال حرب طويلة وقاسية تعني رغبتهم في تحويل الناقلة إلى قنبلة موقوتة مشابهة لما حدث مع سفينة صافر. وأوضح الصراري أن الكارثة التي سببتها سفينة صافر لم يتم التغلب عليها بعد، حيث إن السفينة البديلة لا تزال متهالكة وتم تصنيعها قبل نحو 15 سنة، وبالتالي فإن عمرها الافتراضي قد انتهى تقريباً، ومن المتوقع أن نواجه نفس الوضع خلال السنوات القادمة. وأضاف الصراري أن الحوثيين منعوا في الفترة السابقة إصلاح السفينة لأنهم يرغبون في استخدامها كسلاح في أي لحظة يرغبون في ذلك، وبما أنهم بحاجة إلى سلاح من هذا النوع في البحر الأحمر فإن السفينة الجديدة ستظل قائمة لمدة تزيد عن عام. تعكس تصريحات الصراري هذه المخاوف المشروعة بشأن استخدام الحوثيين السفينة كوسيلة للتهديد والتأثير على المنطقة. وتجدد دعوات الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية البيئة البحرية والحد من التهديدات الأمنية المحتملة. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.